دابا كنتواجدوا في لافاليز دو سيدي بوزيد، واحده من احسن لافاليز اللي كاينين في العالم. حنا كنطالبوا باش يصورونا هاد الطريق، احرام المدينه قد هكا وتبقى الطريق بحال راه حشوم. بصراحه خايفين ولكن في يد الله وصافي. لدرجة حنا دابا حنا وليد اسفي تحرمنا من هاد المنطقة هادي. دابا كنتواجدوا في لافاليز دو سيدي بوزيد، واحده من احسن لي فاليز اللي كاينين في العالم، وهي كتبان لا بلاج ديال اسفي، الشاطئ ديال اسفي اللي قريب للتجمع السكاني، البلاج اللي قريبه، ولكن الساكنه كتعاني من الولوج او الدخول لهاد لا بلاج، لان في الباب الامامي كاين المنشآت الصناعيه ديال مركب كيماوي، الكبريت، الامونياك. هنايا المنفذ الاخر هو محبوس لان الطريق مهدده بالانهيار، والمسؤولين ما كيحركوش لا يحركون ساكنا، والساكنه ديال اسفي وهاد المدينه كتعيش واحد الوضعيه شاده وغريبه. يعني الناس هنا متاكل محرومين من حقهم في التمتع بالطبيعه ديالهم وبالشواطئ، وغياب الجانب الامني هنايا والاهمال، والمسؤولين ما قدروش يتحركوا باش نقضوا الطريق اللي تصيبت من ايام الاستعمار، والمسؤولين اللي عطوا الرخص للمنشآت السياحيه اللي كانوا مسؤولين على انهيار هذا الممر الاستراتيجي. المنشآت السياحيه كمقاهي وفنادق ما عندهاش الواد الحار اللي ادى لانهيار هذا الشاطئ، هذا الطريق اللي كتادي للشاطئ. غياب الواد الحار والترخيص للمشاريع السياحيه هنا ادى بانهيار طريق، ومجرد والناس ما قدروش، المسؤولين ما قدروش يقوموا بالصيانه ديال بالصيانه ديال الطريق، وحتى مجرد اعاده الطريق الى سابق عاديه كيتطلب واحد الكفاءات وامكانيات ماديه كبيره. انا ما قدروش دابا المسؤولين دابا كيتفرجوا على هذا الطريق الاستراتيجيه الحيويه الجميله اللي كتنهار، المتنفس الوحيد ديال المدينه القريب من التجمعات السكانيه. فعلا هذه المنطقه تغلقات لان هذا الشانتي، هذا الممر هذا وقع فيه واحد المشكل، ما بقاوش الطوموبيلات تهبطوا لتحت يعني تاع الشاطئ، وكاين زعما اهمال بالنسبه لهاد الشانتي، خصو ضروري يتصايب باش يمكن لهاد المنطقه يرجع ليها هذاك الحيويه اللي كانت فيها يعني هاد المده الزمنيه اللي تقريبا تتراوح تقريبا فوق 5 سنوات. السلام عليكم. تقريبا انا شي 20 سنه وانا هنايا في هاد البلايصه، انا ورا بهاد الشانتي هنا لتحت وحبسوه، حرام هاد المدينه بحال هكا تبقى بحال هكا حشومه. العامل هو هاد البانوراما، الواد الحار والقهوه هما اللي داروا هاد الجيراف ديال مو السبب باش راه بهاد الشانتي. كنطالبوا يصاوبوا لنا على الطريق على المدينه، بعدا تلا جاو الناس كيلقاو الطريق، كيلقاو بلاصه زوينه فين يتبحروا، كيلقاو بزاف د الحوايج. حنا كنطالبوا باش يصاوبوا لنا هاد الطريق، احرام المدينه قد هكا وتبقى الطريق بحال هكا راه حشوم. المهم حنا هنا علاش سدوا الطريق؟ حيت كان راه الطريق داكشي علاش مهدد وما مصلحوه ما والو، داكشي سدوا الطريق من الفوق صافي، هذا هو البروبليم باش سدوه، ما داروا لا اصلاح لا والو، وكنضطروا انا نهبطوا على رجلينا. بعد كنبغيو نختصروا الطريق كنهبطوا من الفوق، انا قبيله بغيت نهبط من تما وجاني صعيب، دابا نضرب الطريق من هنا على رجلينا. صراحه خايفين ولكن في يد الله وصافي. كاين بصح داكشي اللي كاين صراحة،
شنديرو صاحبي؟ ما جينا باش نفوجوا شويه داك الشيء علاش. المشكل اللي واقع هنايا هو المشكل اللي كتشوف فيه دابا كنولي نحط السياره ديالنا الفوق بواحد المسافه باش نولي كنهاودو حنا كنشوف هاد المناظر باش نشوف المناظر الخلابه اللي هنا في اسوي كي درجه حنا دابا حنا وليد اسوي تحرمنا من هاد المنطقه هادي يعني ما كاين اصلاح لمده 6 سنوات حنا كنشوفوها كما هي مهمشه يعني ما كاينش حد تعيين واحد مراقبه هنا ما عرفش وكتشوف دابا ولينا حنا كنخافوا هاد البلايص هادو كيولوا كليساج هنا بزاف كيولوا تعدوا هنا بهاد المنطقه هنا وكنحاولوا كنشوفوا يحاولوا يشوفوا لينا هاد المشكله هادي يحلوا لينا.